حضراتكم والانتخابات. البرلمان النهاردة اللي هو خلاص الأربعاء إن شاء الله في اجتماع للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة. هذا الاجتماع اجتماع هام وضروري علشان يناقش التطورات المستجدة على مسألة إجراءات انتخابات مجلس النواب بعد الحكم اللي طلع من القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية القديمة لمن سبق ترشحه في الانتخابات البرلمانية بتاعت مجلس النواب. القرار ده هيودينا فين؟ هيحصل ايه؟ هل هتستطيع اللجنة العليا انها تتجاوزه؟ هل هتستطيع اللجنة العليا انها تلاقي له حل؟ ثم القرار الثاني المهم، ثم القرار الثاني ان اللجنة العليا هتناقش كمان في اجتماعها ده تداعيات هذا الحكم الصادر من القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء باعلان استدراك في الجريدة الرسمية لقانون تقسيم الدوائر ليضم قفط الى دائرة قنا. يعني عندنا مشكلة في الكشف الطبي ومشكلة في مسألة الدوائر. الكلام ده هيتحسم بكرة؟ هل ممكن يتحسم؟ ثم القرار الأهم في مسألة الانتخابات بعد ما المحكمة برضو استبعدت أحمد عز من الترشح. المشهد الانتخابي ده، اليوم المربك ده، هذه القرارات. خلينا نروح ناخد إجابات سريعة من زميلنا المحرر والكاتب الصحفي المهتم بشؤون الملف القضائي والانتخابات، الزميل في جريدة الشروق محمد بصل. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد بصل. واضح إن بكرة يوم صعب على اللجنة العليا للانتخابات، يوم نقدر نقول عليه حاسم فيما يخص المسألة بتاعة الدوائر أو مسألة الكشوف الانتخابية. شايف هل هيحصل أي نوع من أنواع التأجيل ولا في طرق لتجاوز هذا الأمر وإن الانتخابات تمشي زي ما هي؟ يعني لا، توقعاتي الشخصية وبناء على معلومات كمان إن لن يتم تأجيل أو تعديل أي مواعيد خاصة بالاقتراع. هيصدر بس قرار بمد فترة تلقي طلبات تلقي الكشوف الطبية والنفسية الحديثة 13 14 و15 زي ما اتكتب امبارح في الجرايد وزي ما المنشور اللي وزعته اللجنة العليا على اللجان العامة في المحافظات قال. وبالتالي فلا اعتقد ان هيبقى في اي مساس او تأثير على مواعيد الاقتراع، وتبقى مشكلة قنا هي المشكلة. المحافظة قنا يعني هي اللي فيها مشكلة إلى حد ما بعد الحكم بتاع بطلان استدراك تعديل قانون تقسيم الدوائر اللي صدر امبارح. المعلومات اللي عندنا ان الاتجاه اللي الحكومة بتتبناه هي واللجنة العليا هي ان هم يمشوا تبع وفقا للقانون اللي صدر دون الاعتداد بالاستدراك اللي اطلته المحكمه. وبالتالي فده يتطلب ان اللجنه العامه للانتخابات في محافظه قنا تاخد قرار بتوجيه المرشحين او بتوجيه طالب الترشح بتوع مركز قفط الى مركز الى الدائره الثانيه اللي هي دائره قوس بدل من الدائره الاولى اللي هي دائره قنا ومركز قنا وبندر قنا. وبالتالي يعني التعديل ده اللي هيحصل ده هيبقى تعديل محدود، ولا اعتقد انه هيبقى يعني هيؤثر على مساله المواعيد ولا مواعيد الاقتراع وفتح باب الترشح او اغلاقه سواء بالنسبه لهنا او بالنسبه لبقيه المحافظات. الساعات القادمه يعني هنشوف قرار حاسم بهذا الشأن. طيب اما باقي المسائل اللي بتهدد العمليه الانتخابيه والدعاوى المرفوعه قدام القضاء الاداري، يعني حتى الآن الحقيقة ما فيش حاجة واضحة قوية يمكن أن تتسبب في وقف الانتخابات إلا إذا استجدت أشياء فيما يخص تقسيم الدوائر أو قرارات أو الطعن على قرارات اللجنة اللجان العامة بعد فترة غلق باب الترشح. يعني نقدر نقول إن احنا نخش في هدنة قضائية كده، يعني هيبقى فيه هدوء في مسألة إصدار الأحكام يعني اسبوع على الاقل. طب وفيما يخص مساله احمد عز يا استاذ محمد؟ لا، مساله احمد عز اصبحت الان في ملعب النيابه العامه ورجل الاعمال لنفسه. يعني الان واضح تماما ان الاداره العليا في حكمها امبارح في حكمها النهارده بتؤكد حاجه ان انت ما ينفعش ان انت تدخل الانتخابات وما ينفعش تقدم ورق ترشحك وما عندكش حساب بنكي فعال. هي دي النقطة الجوهرية، مفيش نقط أخرى. يعني بعض الناس متخيلة إن المسائل لها علاقة بأحكام صادرة على أحمد عز أو بقضايا أو بفقدان شرف، هي نقطة إجرائية، فقدان شرف واعتبار وهكذا. هي المسألة مرتبطة بحساب البنكي.
الحساب البنكي هو مش عارف يفتح حساب بنكي، كل ما يفتح حساب يقفله له عشان الاموال بتاعته متحفظ عليها. وبالتالي فالمحكمه حتى النهارده في خمس سطور في الحاسات، في حاسات الحكم الحقيقه خمس سطور لافته جدا، قالت لاحمد عز ان انت القانون رسم لك طريقين للتظلم من هذا القرار، او يعني لايجاد وسيله ان انت تفتح لنفسك حساب بنكي. الوسيله الاولى ان انت تطعن على قرار النيابه العامه قدام المحكمه الجنائيه، والحاجه الثانيه ان انت تقدم التماس للنائب العام والنائب العام يقبله. انا ظن الشخص ووفقا للي احنا شايفينه والجو العام وسوابق علاقه احمد عز بالنيابه العامه، بيتهيألي مش هيصدر. طب ممكن اسالك حتى اذا اقدم، اسالك سؤال صريح وواضح، صريح وواضح، هل ممكن احمد عز يدخل الانتخابات فعلا؟ هل ممكن يحصل اي حاجه تدخل احمد عز الانتخابات، ولا انت شايف ايه؟ الحاجه اللي ممكن تدخل احمد عز الانتخابات زي ما قلت من لحظات، ان هو يتقدم بتظلم والنيابه العامه تسمح له بفتح حساب بنكي خاص له يصرف بيه على الدعايه الانتخابيه والحمله الانتخابيه بتاعته تحت بصر او تحت مراقبه اللجنه العليا للانتخابات. وهذا الكلام اتبعه تمام. بشكرك جدا استاذ محمد باصر على الاجابه الواضحه والشافيه عند الانتخابات.